المشاهدين الرائعين في حلقة جديدة نارية حلوة، ضيوف جداد في برنامج سايلنت. أهلا وسهلا، نورتونا أصدقائي. بحب أشكر كل اللي بعت مسجات واللي شكر واللي راح واللي أجا، شكرا كثير لكم أنتو، كل تعبنا علشانكم، وشكرا كثير للي ما بعت برضو كمان. وبدون مقدمات طويلة طويلة نرحب بالفريق اللي على يمين الأول، فريق كتاكيت. كتاكيت كتاكيت. نبدأ بالفرخ الأول. الفرخ الكبير. أو فريق كتاكيت، أنت إيش تعمل معهم؟ أنا الكتكوت الأكبر. أكبر كتكوت عندنا. هذول كتاكيتي وانا. طب لما تبيض كيف شكل البيض؟ سالي الدجاجة. طيب اهلا وسهلا فريق كتاكيت، حنان الطرايرة، نجمة كراميش، وعنا آية الرائعة برضو من اللي لهم كليبات على كراميش قديما، اغنية رياضة. مظبوط، نورتينا. وعندنا كمان الفرخ الكبير الكتكوت حمودة سعادة لايت البرنامج، أهلا وسهلا. ونيجي لفريق السنافر. ترت 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 ترت. أهلا وسهلا فريق السنافر، نرحب بشرشبيل أول إشي. أهلا وسهلا فريق أول سهلا بشرشبيل. دير بالك على السنافر اللي معك شرشبيل. حسن أنت خريج حبوس سجين الحلقة ما عاد حلقة واحدة، سبحان الله. يعني أنت لازم تفوت السجن سجين. وحنان بتغش، وأبو حسن أبوك يعني مرة كمان كان محبوس. لو يعني سمحت تحكيش عن كتكوتة. عندك اعتراض يعني عليه؟ أنا مش اعتراض، بس عشان يعني كتاكيت وأمنا بالله إيش تعمل معها؟ كتكت معها كتكوت. طيب أهلا وسهلا حسن الطرايرة. أهلا وسهلا فيك شقيق حنان. وأهلا وسهلا ببشورة. بشورة كيف حالك؟ الحمد لله. أكبر نجمة في كراميش، نورتينا. ودائما الكبير له معزل. عمرك 72 حاس حالك؟ لا 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 خيلك اختياري. وأهلا وسهلا بغزل برضو كمان شاركت بكليب ماما وماما بحبوني. علموني وربوني يا رب بعدين مع هالشغلة. أهلا وسهلا نورتونا. ونرجع لفريق الصيصان. الصيصان ما بخلصوش. طيب أهلا وسهلا شرفتونا. جاهزين للحلقة اليوم؟ لا جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. سؤال. السرعة. 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 ركزوا منيح. سؤال. وخلينا نبدأ فيه على طول سهل كتير. سرعة ما جاهزين؟ لا جاهزين. يلا أغنية جميلة. جميلة. لا أنا بشرة. الأولى يلا سوا. يلا سوا حنان الطرايرة. لا جابت أسرع. هاي المطوع جابت أسرع. معلش أحلى كتكوتة عشان تعرفوا الكتكوتة تبعتها تكون سريعة. خلاص خلاص. لا 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 خلاص خلاص كمل كمل. لا نقبل يعني أنتوا عادي. أنا عادي 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 عادي. خلي عندكم هاي الهمة. أيوة خلي حنان الطرايرة نبدأ البرنامج معك سريعا سريعا يلا. لأنا عارف الكلمة ومخلصة. تفضلي. خمسة أربعة ثلاث اثنين تفضلي. ايش هذا؟ ايش طلعوا ايش هذا؟ هيك طب ماشي. ايش هو؟ منطقة ايش؟ منطقة أغنية من كم كلمة؟ كم كلمة؟ كلمتين. الأولى الدنيا. الدنيا ايش؟ طب احكي الكلمة الثانية. كرة. ايش نجوم؟ احكي الكلمة هلال التانية. ايش هاي؟ جبل. هلا منطقة. حاضرنا مستقبلنا. شدوا حالكم أقل من دقيقة. معلش يتبعنا انا بقرر كلمه. ايش الكلمه الثانيه؟ حنان اول واحده مشيتها، الثانيه خلص. شو الكلمه الثانيه؟ احكي الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه. هلا هلا اليوم بكره بعده. ايش النهايه؟ ايش
ايام عادية 20 ثانية الأولى يجمعنا والله فريق الكتاكيت ايش هي؟ طب ايش بتسوي لي هيك؟ هديتي ايدي وانت بتسوي هيك يعني حكتها وما فهمتش شو اسوي؟ استيعابي بطيء رمضان يضوي فانوس رمضان 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 يجمعنا رمضان اعطيني اضاءة حمراء تفضلي معي طلت رمضان انا بقول لك طلت رمضان انت بدك تحكيها طلت رمضان هيا حكتها احكيها قبل لا تبكي اول اكس لفريق طلت رمضان مش عارفين ايش عمل فيكم فضحتونا قدام الشرشبيل بس هلا بفرجيكم الا خسرهم اول اكس لفريق تفضل يا شرشبيل دقيقه دقيقه طلت رمضان رمضان احنا رمضان كريم احنا خلص خلص رمضان رمضان خلص طلت رمضان طلت بحكيك هلا ايش هيك طلت طلت هيك هيك رمضان يعني انتوا هلا تفكك اسري عندكم صار لا احنا هاي بس هيك بنحب نحمي طب حمي حمي بعيد عنا حمي بعيد عنا كتكوتة بريئة شو شبيه شو رأي يعمل فيه طلت الله طيب رمضان فريق السنافر اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك انا عارف بتبارك فيي يا زلمه ايش في تفضل خمسة أربعة ثلاث انت دائما كل فيديو بتطلع لي وين اثنين واحد كيو ثلاث كلمات اغنيه من ثلاث لمين لعمو موسى عمو مجاهد عمو موسى الكلمه الاولى مش كلمه الكلمه الاولى تعالوا هيا تعالوا يلا 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 الثانية يلا مين؟ الثانية يلا نغني سوا يلا نغني بكرة يلا نغني كلنا يلا نغني لكرميش يلا نغني طيب الثالثة يلا نغني شو الكلمة الثالثة؟ يا حسن شو بتفكر هيكي؟ يعني صراحة مش عارف يلا نغني مثل يلا نغني مثل 40 ثانية يلا نغني سهلة مشان الله يلا نغني سوا 35 ثانية دبرها دبرها بتطلع فيي يلا ثانية يلا يلا نغني بالعطلة مشانها يلا نغني 20 ثانية يلا نغني سوا ميشانا يلا غشت لا غشت والله غشت غشاشة لا غشاشة اه غشاشة معلش 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 ثواني ثواني انتم اعتراض انتم اعتراض طلع الطفلة البريئة هاي الكتكوت الصغيرة خليني انا احكي معلش معلش انا قررت اعطيكم صح لكن جوابكم كان بغش يا سيدي ما احنا مش ما احنا نغشك صح لفريق السنافر احنا ما لو سمحتوا لو سمحتوا لكن من الضعف انه انتوا تاخذوا جواب بغش سيدي احنا ضعف يا بشرى عواد يلي بتعملي حالك انه انت ما بتغش يا غشاشة يا غشاشة غشاشة يا ظالمة بتظلم البنت الصغيرة هاي الاستعانة بحدا من الخارج مش صح احنا استعنوا هم اللي حكوا والله ايوه عشان تعرف الحقيقه بس طيب طيب اول صح لفريق السنافر صح غير شرعي لكن غصبا عني لازم اضيفه لانه ما في ادله كافيه تثبت ادانه فريق السنافر المتهمين ما في دليل قاطع سياده المخرج انه احنا ندين فريق السنافر وعمو شرشبيل ظالمين حنان خلص يا كتكوت فرخ إلك سوابق انت حرام سوابق بريئة تفضلي يا آية طفلي بريئة جريدة كاتبة على ايدك وطالعة حرام طلع يلا نغني الميجر طلع طلع في اشي على ايدها؟ لا طب ايدك الثانية ايدك الثانية ايدك على الكاميرا ايدك على الكاميرا ايدك على الكاميرا اثبت مثالك المشكلة اللي بيحكي اكبر غشاش اسكت انا مش حافظ انا بغش؟ اوكي ايش ايش حكالك ايش حكالك ايش حكالك تعالي ترديش علي ردي علي
ماشي اشتغل لي هاي علي صوتك بالله خلينا نسمع ركزي خلينا نسمع وبغششها لحاله ولا شيء طب عيد الجمله ولا شيء استاذ احمد استاذ احمد عيد الجمله لو سمحت يلا خمسة بس ايش حكيت أربعة ثلاث استاذ احمد اثنين بس ايش حكيت واحد اذا حكيت كمان راح اخصم عليك ايش منك أربعة تفضلي ولا ايش ولا كلمة عادية كلمة عادية كلمتين الأولى الأولى معلم تلفزيون تلفزيون رقم استنى شوية عداد عداد المي الساعة عقارب الساعة الساعة الكلمة الأولى ساعة عداد آيات ساعة تلفزيون نوع الشاشة ساعة ساعة عقارب ساعة ساعة LCD LCD LED 50 ثانية ايش ايش رقم 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 واحد ساعة واحدة والله ممكن اشوف الجواب 40 ثانية طب ايش اللي ايش اروح ولا اروح وين كبسة 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 زر عقارب ساعدهم ساعدهم ايوه ساعة كبسة ايش طب الثانية 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 بدون كلام سايلنت على التلفزيون سايلنت برنامج سايلنت 15 ثانية شدوا حالكم بدون ايش؟ بدون صمت 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 واحد اصمت سبعة ستة اصمت أربعة اصمت تلفزيون صامت شاشة صامت صمت صمت لقيت الصمت لسه العداد شغال كملي فزنا فزنا واكس تاني لفتيت احسن منكم خسرنا هلا رح ناخذ رحمة كلها اكس جديد لفريق هل سيتحول دقيقة صمت يا فريق الكتاكيت هل ستتحولون الى صيصان؟ لا كلا ربما ميبي تفضلي يا بشرى عواد يلا يا بشرى جملتك الجديده برنسيسة بشرى احنا من جماعه نغشش يا غشاش احنا غشاش انت غشاش تعالي احكي لي تعالي غششها 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 يا يلا خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد تايمر منطقة مثل بعمان ولا لا؟ لا لا بسلقة منطقة شمال جنوب شرق غرب مغرب لا غششته غششته هو يا غشاشين والله انا غشاشين يا غشاشين والله يعني غشاشين صح جديد لفريق السنافر ايش الجواب؟ منطقة المغرب دولة المغرب أنت يا فريق السنافر مع انه صراحة خلينا نحكي بوضوح وشفافية نعم يعني انا بصراحة بشك فيكم شوف فينا شوف فينا وانا نفسي احبسكم الثلاثة استاذ احمد استاذ احمد انا لازم اعترف لك بهذا السر نعم الاستاذ حسن كان يطلع على الاسئلة وانت كنت مجهز بنفسك ايوه حياة الله اني ما اجيت عند الدفتر خلال الكواليس هذا الكلام صار انا شفت بعيني والدنيا رمضان الدنيا رمضان انا بصراحة يعني بما انك انت شخص امين جدا وبما انك انت شخص محافظ الحمد ورائع جدا الحمد لله انا بثق كل الثقه فيك يا حبيبي يا حمودة الله يجزيك الخير ولذلك قررت افصلك من البرنامج كلياته وعلق مشنقتك كلياتها زكفه زكفه عليكم من دينيك الله يسامحك طيب نقطه جديده ولا لسه؟ فريق السنافر يتقدم بنقطتين مقابل مقابل لا شيء شو نقطتين نقطتين انا نقطه وين نقطه هاي النقطة الثالثة جاي خفيف. حنان فيش اكسات فيش اكسات اخصم عليك حمود سعادة تفضل بسرعة 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 دوري 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 تفضل تبي بسرعة طيب اوكي تفضل عندي بس بسرعة يعني لمين شو معرفة بغض النظر مثل يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين تايمر أغنية طب كم كلمة امي كلمتين امي
غششتها بس عملت شيء حنونة حنونة ماما ماما حنونة نقطة أول مش هيك ماما هيك حنونة مضبوط اه مضبوط أول نقطة لفريق أمي حنونة إيش والله ما غشيت يا عمي أنا في إشي غلط في خلص أنت كمل يلا شايف عشان تعرف الكتاكيت لما يكتكتوا مع بعض اه زي السنافر وشرحبيل الا الا ما امسككم بالجرم المشهود بدك تحكي ايش اسمك؟ شاشبيل انا الا ما امسك عليكم دليل احبسكم من ستة يلا شباب غزل تفضل عندي فكرة بعد ما تخلص غزل والله اعمل عليك سحر الله يا زلمة لا رح نعمل اتفاقية نعمل ديل مع بعض لا بدي انت الكسبان يا معلم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أغنية لمين؟ صار الأكبر خربش خربيشو احسن فريق سنافر وصح جديد الكم مع السلامه عشان نعطيها طيب صح جديد لفريق السنافر متقدم بثلاث نقاط مقابل نقطه واحده لفريق ماما حنونه كتاكيت فاصل سريع ومنكمل بعدكم خليكم معنا يا شباب يا شباب هوس 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 حاجي بس يا شباب يا شباب هوس 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 حاجي بس ورجعنا لكم أصدقائي المشاهدين فاصل سريع وتقدم لفريق السنافر بثلاث نقاط مقابل نقطة لفريق الجاجات فريق الكتاكيت عفوا الجاجات تفضل عندي حنونة نبدأ على طول والأغنية هي لا صعبة خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد تايمر إليك وين واحو وين أنا وين طب كم كلمة؟ كم كلمة؟ كم كلمة؟ كلمتين وين؟ أنا وين؟ أنا؟ مين؟ الأولى وين؟ وين؟ كيف؟ ليش؟ ليش؟ إيش هاي شو ترى؟ بساعد لك زي العمل الرادي وين؟ مين؟ كيف؟ شو؟ 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 شو ما صار؟ شو عندك لا حرام عليك هيك تتمثل تانية أسهل أسهل بكتير تانية حكي دعاء شو دعاء شو أدعي شو أعمل حيساعدهم حتشوف هلا حيعطيهم نقطة شو شو أحكي شو أحكي شو أنشد شو أغني شو بتقول شو بتقول شو 30 ثانية شو بتقول يا 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 الله يا الله شو بتقول يا الله لا شو منقول شو منقول يا الله شو من قول الله الله ايوه الله الله طيب صح جديد فريق كتاكيت عشان تعرفوا الكتكوت البريء اكيد بتمثل احسن منكم عن جد قمة الذكاء من الكتكوت الوسطاني قمة الذكاء وش هناك بيسووا مين سلامتك فيش كاميرات سلامتك سلامتك انت غشيت المهم نقطة كمان غشيت طيب انا بدي اعمل اشي استثنائي تفضل على السجن سفوله تفضل على السجن على الحبس احلى عم ابو حسن شرفت السجن يا معلم خريج حبوس نورت السجون كبير المساجين يعني وبشيء استثنائي ايوه تخلي الضوء الاحمر دقيقه بالله بحاله استثنائيه يا ابو حسن انت مش بالبرنامج بتغششهم بالله يعطي ما ضلش اسبوع البرنامج بدمي البرنامج بدمي يلا دوري وبحاله استثنائيه شخص غير من غير الضيوف رح تنحبس كلكم خريجة حبوسي عيلة الطرايرة كلكم طيب ليش مزعل حالك انت طيب انا ولا عمري دخلت السجن بضيعك مستقبلك انت صف سادس هلا حتبطل مره واحده سادس صغرتني 20 سنه يا زلمه ايه هذا تهديد احترم المقدم البرنامج انت يا زلمه اتق الله يا زلمه اتق الله انت هذا الفنان احمد دعسان
منشد كبير عملاق تحكي معه زي هيك اتق الله. يا حبيبي خمسة أربعة ثلاث انت روح 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 هناك روح وين بتروح يا زلمة؟ تعال تعال ثلاث اثنين واحد تايمر حسن منطقة بالبلدان وادي وادي موسى وادي رم الشعيب وادي وادي رم وادي وادي الكلمة الثانية شو الو وادي الموجب وادي الموجب أحسن فريق السلام موجب اللي حيصير كتالي الآن الآن أول إشي أنا مرتاح كثير إنك في الحبس أبو حسن صار الحلقة فيها إذا بتخسروا يا فريق كتاكيت راح تنتهي الحلقة لصالح سمعتوا يا كتكوتة؟ وإحنا بدون ولا خطأ لحد كتكوتة فريق كتاكيت إذا راح تخسروا إذا راح تخسروا فريق كتاكيت صو 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 تنتهي الحلقة لصالح صو 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 اتفقنا على هذا الكلام لا أشكر استنى ذكروا من أحنا ولا خطأ أنا معاك كتكوتة كتكوتة لأنه ابنه هون ما شاء الله عليك كتكوتة تفضل عندي آية يلا كتكوتة مش معي تفضلي طب وإذا إحنا فزنا إيش بصير؟ لما تفوزوا بسرعة هي كتكوتة مش بقى كوكو كوكو خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد اثنين إذا بتخسري رح تنتهي الحلقة لصالحهم ركزي منيح تايمر إيش منطقة منطقة كلمتين كلمة واحدة كلمة واحدة إيش سماء سحاب سحاب أحسن أحسن فريق أحسن فريق روح ملعب كتلك إياه روح يا زلمة روح والتعادل سيد الموقف تفضل يا كتكوتة متعادلين فريق لحظة الآن ما في حدا يطلع سؤال السرعة احنا متقدمين عليه لا عندي ثلاثة في ثلاثة كيف ثلاثة؟ لحظة 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 أصدقائي في خطأ قاتل أنا عندي شفت؟ احنا أنا مرة وهي مرة وهي مرة بعدين أنا كمان أربعة احنا الآن اللي كالتالي أمامي في عندي فريق السنافر له واحد اثنين ثلاثة أربعة وفريق كتاكيت لهم واحد اثنين ثلاث وعلى ذلك أقول قول خليش ألف مبروك لفريق السنافر هاي الفريق سهلة يا ظالم يا ظالم وحابب حابب أعمل يا ظالم معلش حابب أعمل كمان شغلة وحابب أعمل كمان شغلة معلش بدي أعمل شغلة صغيرة أبو حسن أنت ظالم أنتوا الثلاثة تفضل على السجن يلا على السجن على السجن على السجن عند ابوك عند ابوك يلا 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 على السجن يلا آية 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 يلا 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 انتوا ثلاثة على الحبس لا آية ما تقومي آية يلا يلا على السجن يلا لا تقومي يلا على الحبس آية تفضلي تفضلي آية على الحبس يلا 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 آية لا تعال بسرعة بسرعة وقت البرنامج مش ضايل منه شيء يلا 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 تعال يلا يلا تفضل على السجن لا مش انا اللي على الحبس اهلا وسهلا مش انا اللي على الحبس انت حبسوه انا راح اكمل الحلقه وين المخرج احبس فريق الكتاكيت أربعة فريق الصيصان زيرو نعم طيب ومن خلف اجت السنفوره تخرب علينا من خلف القضبان اجا اجا شر يمين من خلف القضبان اصدقائي من خلف القضبان بدي اشوف سايلنت 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 سؤال الجمهور اصدقائي مين يعطينا اياه يلا غزل تعال احكي لك اياه من عندي من هون اخيرا احمد دعسان دخل السجن يلا اوكي حتكون كاميرا 3 معاكي وللاسف اصدقائي انا يلا اصدقائي جاهزه غزال يلا الاغنيه هي عباره عن اغنيه كم كلمه خليك مع الجمهور مش معي هي عباره عن كلمتين الكلمه الاولى طبعا اصدقائي الاغنيه بغنيها كل نجمات كراميش الثانيه شكرا لك غزل شكرا لك اصدقائي من خلف القضبان بحييكم وبقول لكم يعني الحكم علي انا بسجن ظلما وبهتانا انا مقدم البرنامج شكرا لكم اصدقائي المشاهدين نلتقي بحلقات جديده الى اللقاء
حرف ولا كلمة لا تقول ولا أقول لك لا فتحة ولا ضمة عصاي لنضلك لا حرف ولا كلمة لا تقول ولا أقول لك لا فتحة ولا ضمة